أنا طلبت للطفل آي بي كي تحليل لاكتات وأميلات. المريضة تخرجت من كم ساعة؟ مفهوم، ومع هيك عملوه. مو كأنك طلبت فحوصات كتير مشان وجع بطن؟ لا مو صحيح، أصلاً عم نشتغل مشانك طول اليوم. أنا بوثق باللي عم حسه. منيح يلي عملته. تفضل. دكتور، شو عم تعمل بهالوقت متأخر بالليل؟ الفحوصات. يمكن بنتك عندها استدارة معوية، يعني عندها عقد بالأمعاء ولازم نفحصها فورا. لك يا أخي شو أنت مجنون يعني؟ ما عم تفهم بنتي بخير، ما قلنا لك إنه ما بدها فحص؟ قلتوا بس هذا مرض وراثي، أعراضه بتكون مشابهة للتوتر ولازم نفحصها فورا. السيد فرمان بيعرف إنك هون؟ لا، وإذا عرف أكيد حيعصب. أيوة، إيه لكان روح من هون فورا، لا تخليني أبتلي فيك دكتور، روح. شو هاد يا؟ أنا لازم شوف البنت فورا. حبيبي بنتي شو وليك بخير؟ ما رح فيق مشان واحد مجنون مثلك، روح من هون. يلا روح من هون ولا تخليني اطلع عن طوري. ها روح من هون، يلا روح. استغفر الله. لك شو انت بدك ياني ابتلي فيك بنص هالليل؟ قلي شو بدك منا؟ يلا احكي، لك شو مطلوب؟ دكتور وفا؟ وقفي هاد ولا تخلي يفوت لجوا، انا بعرف شو اعمل معه. انا ماني فهمان، بس جوزك على الاغلب عمل كناية. مشفى الحياة، قسم الجراحة العامة، تفضل امور. شو هالمشفى تبعكن هيا اختي؟ وشو هالدكاترة هدول؟ صدقيني خليتونا نندم لانه جبنا البنت لعندكن. انا اسفة يا سيد، بس مع مين عم بحكي؟ انا مارت صاف اوكلو، والد اي بيكي. دكتوركن علي وفا اجى على الباب مثل قطاع الطرق وعم يقول بدي اشوف بنتكن. معقول؟ هذا الزلمة مجنون. يا بتجوا هلا وبتاخذوا دكتوركن او بتاخذوه من المخفر، راح اتصل بالشرطة. ألو ست بليز؟ أستاذ عادل، علي. شبو علي؟ راح على بيت طفلة مريضة عنا. راح على بيتها؟ أبوها اتصل وقال إنه إجا لعندهم وعم يقول له بنتكم مريضة ولازم تاخدوها على المشفى فورا. طيب، أنت إيدي وأنا رح حل الموضوع. خليكي هادية وأنا هلأ بحاكيه وبشوف شو القصة وبجيبه فورا. يلا يا ابني رد علي رد. أنا شخص غريب وغالباً ما بقدر أفهم الناس شو بدهم ولا هنن بيفهموني. عندي مشكلة بالتواصل معهم وغير هيك ما بحب المفاجآت ولا بحب المخلل، والتغييرات بتخليني اتشوش. غالباً أنا فاشل بكتير شغلات، بس ناجح بشغلة. بإمكانك توثقي فيني، بنتك في عندها شي خطير أنا شاكك فيه.
ولازم اني ادخل فورا. ليك انا ما عندي شك بنيتك ابدا، بس ما كان فينا نستنى للصبح؟ بخاف انه هي ما تقدر تعيش للصبح. ها انت شو اللي عم تقوله؟ اي بيكي بنتي حبيبتي نايمة؟ يلا فيقي. اي بيكي ما عم تفيق. اي بيكي اي بيكي ليش فوتتي لهون؟ شو جنيتي انتي؟ اتركي الدكتور، بنتك ما عم تفيق. كيف يعني؟ اي بيكي انت استفرغي. اي بيكي ساوي شي دكتور، ساوي شي دكتور، ساوي شي. شو عم تستنى؟ بترجاك ساوي شي دكتور، انقذها. بترجاك اعمل شي. اي بيكي رح حاكي الاسعاف. اتصل بسرعه. عم اتصل، عم اتصل. ما في وقت، ما في وقت، ما في وقت. عندكم سياره؟ ايه عندنا. حضروا حالكم، رح جهز السياره. روح بسرعه. اي بيكي بنتي حبيبتي شو صار لك؟ اركض اركض اركض. يلا 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 بسرعه. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.